هناك آلاف من أشكال الفوبيا، من المعقولة إلى الغريبة ومن الكبيرة إلى الصغيرة، لكن رغم تنوعها وتشعبها جزء قليل من الفوبيا هيمن على سوق الخوف. الخوف العقلاني من المرتفعات طبيعي عند الكثير من الثدييات، لكن لدى بعض البشر تسبب المرتفعات هلعا يمنع حتى النظر من النافذة واستخدام المصاعد التي تطل على مناظر بانورامية. الخوف من الأماكن المغلقة قد يسبب رهابا من مجرد إغلاق باب مصعد أو غرفة. يرجح بعض الخبراء أن الخوف ناتج عن الشعور بأن البقاء في المكان قد يسبب إصابة بالاختناق. رهاب الجراثيم أقرب إلى اضطراب الوسواس القهري الشديد، يغسل المصاب يديه بكثرة ويركز فيهما بشكل ملفت، وتصل الفوبيا إلى حد الامتناع عن المصافحة أو لمس أي شيء في أماكن عامة. فوبيا الطيران تجمع بين رهاب الارتفاعات والأماكن المغلقة، هناك من وصلت بهم حدة الفوبيا إلى الامتناع كليا عن السفر. الخوف من العناكب من أكثر أنواع فوبيا الحيوانات والحشرات انتشارا، المصابون بها يعتريهم انهيار أو هلع إذا لمسوا أو رأوا عنكبا.